بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على حلقة جديدة من حلقات أساسيات علم الوراثة، والنهارده بنتكلم على الجينومية المقارنة أو الكومباريتيف جينومكس. وبنحاول النهارده ندرس إزاي بعد ما انتهت مجموعة كبيرة من المشروعات السيكونسنج للجينوم أو معرفة الجينوم الكلي لكثير من الكائنات، ابتدى العلماء تفكر إزاي نعمل مقارنة بين هذه الجينومات المكتملة ونطلع من هذه المقارنات نتائج جديدة تبين مدى علاقة الجينات اللي موجودة في كل جينوم بالجينوم الآخر. يعني بنشوف مثلا بعد اكتمال مشروع الجينوم البشري ايه الجينات المتشابهة بين الجينوم البشري وبين الكائنات الأخرى زي الحشرات أو الضفادع أو الأسماك أو غيرها، وبنشوف قد ايه ان هذه الجينات مرتبطة بالتركيب والوظيفة ببعضها، وان وهذه التشابهات بتجعلنا نفهم كثير من الوظائف التي لم نكن نستطيع فهمها في السابق. وهو ده اللي طلع العلم الجديد اللي سميناه الكومباراتيف جينومكس او الجينومية المقارنة. نتمنى ان تحوز هذه الحلقة على اعجابكم، وهتشوفوا احد الامثلة اللي طبقت فيها علم الكومباراتيف جينومكس في دراسة احد الدراسات الجينية الهامة. في عام 2001 تم نشر التتابع الاولي للجينوم البشري الكامل، والذي يتكون من 3 بليون قاعدة او 3 بليون حرف. وهذه الخطوة كانت خطوة علمية هامة وهائلة وعملاقة في تاريخ العلم وبالذات العلوم البيولوجية. بالإضافة إلى معرفة التتابع الكامل للمادة الوراثية للإنسان، فقد تمكن العلماء بعد ذلك من معرفة آلاف التتابعات الجينومية للأنواع والكائنات النباتية الأخرى، سواء نبات أو حيوان أو حشرات أو بكتيريا أو غيرها. ومن هنا بدأ العلماء في دراسة ومقارنة هذه التتابعات الجينومية ما بين الكائنات المختلفة. وبمقارنة التتابعات الجينومية للكائنات المختلفة، ساعدت الباحثين على تحديد التجارب الهامة التي يجب أدائها. فمثلا عن طريق هذه المقارنات، لما قارنا بين جينومات الكائنات المختلفة اللي بقت معروفة دلوقتي، بدأ كثير من العلماء في استخدام كائنات تجارب أكثر بساطة. لقوا إنه إحنا مش محتاجين نستخدم الفئران والسمك كل مرة كأدوات تجارب، ولكن ممكن نستخدم كائنات أكثر بساطة زي الحشرات أو البكتيريا أو غيرها عشان نقارنها ونقارن جيناتها بجينات الإنسان، ونشوف التطور الحدث في هذه الجينات وفي الوظيفة وفي التركيب. ويقول البروفيسور أندو فري أن الجينومية المقارنة أو الكومباراتيف جينومكس اللي هي بنقارن من جينومات الكائنات، يعني قد أتاحت لنا مقارنة الجينات المتشابهة الموجودة في الكائنات البسيطة زي البكتيريا مثلا أو غيرها مع الجينات الموجودة في الكائنات الراقية زي الإنسان. وبالتالي ده بيفهمنا هذه المقارنة بتفهم لنا التباين والاختلاف بين هذه الكائنات وكيفية تطور التراكيب الجينية البسيطة إلى تراكيب جينية أكثر تعقيدا. وتعتبر الجينات متشابهة أو محافظ عليها لما بنقارن جينين ببعض، جين في الإنسان مثلا مع جين في الفار، نعتبر أنها conserved أو محافظ عليها أو متشابهة عبر الكائنات المختلفة إذا تشابهت التتابعات القواعد فيها. لو لقينا القواعد اللي هي الحروف يعني متشابهة تماما، بنقول أن هي تم المحافظة عليها عبر التطور. وفي الغالب بيشير إلى أن هذه الجينات المتشابهة في قواعدها تنتج بروتينات متشابهة. إذا كانت الجينات دي متشابهة وفي التركيب، معنى كده أن البروتينات الناتجة منها ستكون متشابهة. وطبعا على العكس، لو لقينا أن نفس الجينين موجودين في كائن مثلا زي الزبرة فيش والإنسان، وهذين الجينين مختلفين في التركيب، ده برضو بيعطي لنا ان في اختلافات حصلت، وهذه الاختلافات قد يكون لها معنى تطوري هام جدا بالنسبة للبيولوجي، ويعطي دلالات كثيرة وهامة، وتعتمد كثير من المشاريع البيولوجية على أجهزة الكمبيوتر دلوقتي. لو احنا بنقول بنعتمد على أجهزة الكمبيوتر للمقارنة بين الجينومات، اللي هو باستخدام طبعا برامج البايو انفورماتيكس او المعلوماتية الحيوية. بنقارن ما بين الجينومات ديت عن طريق هذه البرامج باستخدام برامج البايو انفورماتكس او المعلومات الحيويه زي ما قلنا، وبنقدر نشوف التشابه ومناطق التشابه ومناطق الاختلاف.
احد الدراسات اللي احنا عايزين نشوفها الحقيقه اللي كانت بتمثل نقطه هامه جدا في المقارنه الجينوميه هو مقارنه دراسه تمت في جامعه واشنطن لمقارنه جينوم الانسان مع جينومين من النباتات، جينوم نباتي اللي هو نبات الارابيدوبسيس مع الكلاميدوموناس مع اللي هو الكائن الاولي الكلاميدوموناس. فاحنا قارنا ما بين جينوم الانسان مع الكلاديمونس والارابيدوبسيس. طب يا ترى ايه العلاقه؟ ازاي ايه او ايه الدراسه؟ كان الهدف منها ايه؟ الهدف من هذه الدراسه اللي استخدمت الكومباريتيف جينومكس استخدمتها عشان تدرس الجينات اللي بتنتج تركيب ما في الخليه اسمه السيليا، يشبه خصلات الشعر بالخليه مسمى السيليا. السيليا دي بتمثل اهميه هذا العمل في دراسه الطفرات الجينيه المختلفه والضاره اللي بتحدث البروتينات اللي بتكون السيليا. السيليا دي زي هير لايك ستراكشر، يعني شكله زي الشعيرات موجوده في الخليه، وليها جسم قاعدي في الخليه، وهذا الجسم القاعدي يعني تحت كده بيسموه البيز بادي اللي هو اللي احنا شايفينه ده. هذا الجسم القاعدي لما بيحصل طفرات في هذه البروتينات اللي بتكون هذه البصيلات بتؤثر بتسبب كثير من الامراض، منها امراض كبديه الى فقدان البصر وغيرها. يعني كثير من الامراض مرتبطه بهذه الشعيرات الخلويه الموجوده. لما حاولنا نشوف ايه الكائنات اللي فيها هذه الشعيرات الشبيهه بالسيليا، وجدنا ان الكلاميدوموناس موجود فيها شعيرات شبيهه ليها اللي احنا بنسميها الفلاجيلا اللي بتبدا تستخدمها في عمليه الحركه. وبالتالي بيرجع العلماء زي ما قلنا ان اي تغير او طفرات في تركيبه وظيفه الجسم القاعدي ده اللي هو البيزل بادي ده، اي طفرات فيه وللشعيرات للسيليا هتؤدي الى كثير من مشاكل في نمو الجسم البشري. فاحنا عايزين ندرس السيليا، ايه هي الجينات بقى اللي مسؤوله عن تركيب السيليا والبيزل بادي واللي بتتحكم فيه. فبالتالي كان لازم نقارن السيليا اللي موجوده في الانسان بالسيليا اللي موجوده في كائن اخر، او ايه الجينات اللي موجوده في الانسان اللي موجوده في كائن اخر فيه تركيب مشابه لهذه الشعيرات. فابتدينا لما شفنا الكلاميدوموناس زي ما قلنا لقينا انه عباره عن خليه اوليه بتعيش في الميه بتحتوي على زوائد الحركه اسمها الفلاجيل. وذات تركيب الفلاجيلا دي لازم تركيب مشابه لشعيرات السيليا وفيها الجسم القاعدي برضه زي ما احنا شايفين كده. وعلى عكس من ذلك في النبات الارابيدوبسيس اللي بيعيش في الارض طبعا ما مش موجود في السيليا. فبالتالي احنا شفنا كائن فيه تركيب مشابه للشعيرات اللي احنا سميناه اللي هو الكلاميدوموناس، وفي تركيب مشابه للسيليا، وشفنا كائن تاني ما فيهوش سيليا خالص. فاحنا لما بنقارن بين الثلاث جينومات هنقدر نعرف فين الجينات المتشابهة المكونة لتركيب السيليا. يعني خلينا كده نشوف نفهم هذه الفكرة البسيطة اللي عملها البروفيسور هاج وودلاند. قال ان بمقارنة الجينات اللي موجودة مثلا في كل من الكلاميدوموناس والانسان يمكننا ان نجد بعض الجينات المتشابهة التي قد يكون احدها مسؤول عن تركيب شعيرات السيليا. لما قارنت كده الجينات اللي موجودة في الكلاميدوموناس البسيط واللي موجودة في الانسان هنقدر نعرف منها ايه هي الجينات اللي قد يكون احدهم مسؤول عن تركيب السيليا. ثم يتم مقارنة هذه الجينات بجينات الأرابيدوبسيس حتى يتم استبعاد الجينات الموجودة بهذا النبات لأنه لا يوجد فيه سيليا. بالتالي عندي كده كائنين، كائنين فيهم سيليا وكائن مفخوش. فأنا لما أقارن الثلاثة من بعض أقدر أعرف إيه هي الجينات اللي موجودة في الإنسان وفي الكلاميدوموناس وكلاهما مسؤول عن تركيب السيليا، إن هما اتنين فيهم نفس التركيب تقريبا، واقدر استبعد الجينات اللي موجوده في الارابيدوبسيس لانها مش فيها هذا التركيب. طب تعالى نشوف كده مثلا هو عملوا ايه. جابوا الهيومن الجينوم بتاع الهيومن، وجابوا الهيومن الجينوم بتاع الكلاديميدونس، وابتدوا وجابوا الجينوم بتاع الارابيدوبسيس، وبعدين ابتدى ياخدوا هذه المجموعات الجينات اللي موجوده في الهيومن مع الجينات اللي موجودة في الكلاديمونس
وابتدوا بعد كده لو ان هذه مجموعه الجينات متشابهه، وقالوا ان هي دي ممكن يكون فيها الجينات الخاصه بتركيب السيليا. ثم قارنوها او استبعدوا بقى الجينات المتشابهه اللي موجوده في الارابيدوبسيس، لان الجينات اللي موجوده في الارابيدوبسيس اكيد مش هتبقى مسؤوله عن تركيب السيليا، لان الارابيدوبسيس ما فيهوش سيليا. وبالتالي هم حصروا نطاق البحث في هذا الجزء الاصفر اللي هي الجينات اللي موجوده في الانسان ومتشابهه في الكلاميدومونس ومش موجوده في الاربيدوبسس، هي دي مجموعه الجينات اللي ممكن يتم دراستها. وبالتالي هم حصروا الانترست بتاعهم او الدراسه بتاعتهم من عده الاف من الجينات الى عده مئات من الجينات. دي كانت اول خطوه. يبقى بالتالي هم ضيقوا او وفروا على نفسهم وقت طويل جدا في عمليه البحث، ان هم شافوا الجينات المتشابهه في كل من الانسان والكلادمونز ومش موجوده في الارابيدوبس. طيب بعد كده كانت المرحله الثانيه، المرحله الثانيه ان احنا بقى نستبعد او نعرف مين من مئات الجينات دي، عده مئات دولت، مين فيهم المسؤول عن تكوين السيليا بالفعل وكده. بالتالي بدأوا مرحلة تانية من التجارب. حاول العلماء طبعا، لو كان العلماء حاولوا بس في دراسة الجينوم البشري بس ما كانوش وصلوا لهذه النتيجة، ولو كانوا درسوا أي كائن لوحده ما كانش وصلوا لهذه النتيجة. طيب عشان نعرف أنهي من الجينات مسؤول عن تركيب الشعيرات، قام العلماء بعمل تجربة بسيطة على السيليا، وهذه التجربة البسيطة كانت ان هم ابتدوا يقطعوا السيليا من الكلاميدومونس، يعني ابتدوا يشيلوها ويشوفوا هيتم تركيبها ازاي. هشوف قام العلماء بقطع الشعيرات السيليا من خلايا الكلاميدومونس، ودراسه الجينات التي سوف تستخدمها خلايا الكلاميدومونس لاعاده بناء هذه الشعيرات، والتي واي منها سيكون مسؤول، يعني اللي هيشوفوا ايه الجينات اللي حصل لها اوفر اكسبريشن بعد ما شالوا الشعيرات دي، وهيشوفوا ايه الجينات اللي هتعيد تاني تركيب هذه الشعيرات، وبالتالي هتكون هذه هي الجينات المسؤوله عن تكوين مثل هذه الشعيرات. وبالتالي تم كده تحديد اي من هذه الجينات عده مئات، الى حددوهم الى عدد بسيط من الجينات المسؤوله عن تكوين السيليا. وللتاكد من هذه النتائج يتم استهداف وتثبيت هذه الجينات واحدا تلو الاخر، يعني بيعملوا حاجه اسمها اللي هو بيعملوا عمليه تثبيت لهذه الجينات واحد تلو الاخر، نوكينج بيسموه دوكينج، اللي هو يعمل نوكينج يعني يقفل الجين دوت ويشوف هل السيليا هتتكون ولا لا، عشان يتاكدوا ان هذا الجين بالفعل له دور في تركيب او تكوين السيليا. وللتاكد من هذا زي ما قلنا تم استهداف وتثبيت هذه الجينات واحدا تلو الاخر للتأكد أي منها مسؤول عن تركيب ووظيفة هذه الزوائد الحركية. وذلك بالطبع بيكون من السهل تطبيقه في كلاميدومونس، وذلك مجرد مثال عن كيفية استخدام الدراسات المقارنة الجينومية للوصول إلى نتائج بحثية دون اللجوء إلى كثير من التجارب. وزي ما شفنا إن هذه الكائنات البسيطة ازاي انها بتفيدنا جدا في دراسات الكائنات الاكثر تعقيدا، يعني احنا درسنا الكلاميدومونس كنموذج مصغر لدراسة ظاهرة او جينات بشرية، ولكن في كائنات ابسط بشكل ابسط، وبالتالي دراسة مثل هذه الكائنات البسيطة هتفيدنا جدا في المستقبل في فهم كثير من الظواهر والجينات البشرية وتفسير كثير من الامراض. وطبعا ودوت بيخلينا نشوف مدى العلاقه بين هذه الكائنات البسيطه اللي موجوده حوالينا وما بين الانسان، وازاي ممكن نستخدم القوه العلميه الكبيره من بين المقارنات الجينوميه بين الكائنات المشابهه لنا. نتمنى ان تكون هذه الحلقه قد حلت على اعجابكم ان شاء الله تعالى، وبنشكر كل فريق العمل الذي ساهم في اعداد هذا الفيلم. نتمنى ان تكون هذه الحلقه قد حلت على اعجابكم من الجينوميه المقارنه من اساسيات علم الوراثه، وان شاء الله تعالى نلتقي في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونسالكم الدعاء.